أعلن الأردن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في عقاب توقف عمان عن إصدار تأثيرات الدخول للمواطنين الكوريين الديمقراطيين منذ مايو الماضي. تفاصيل في تقرير تالي. أعلن موقع الحكومة الأردنية الرسمي نبأ قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الديوان الملكي وافق على هذا القرار مع عدم الاعتراف بسفير كوريا الديمقراطية في الأردن وتوقيف سفير الأردن لدى كوريا الديمقراطية عن العمل. وكان مصدر في الحكومة الأردنية اعترف في وقت سابق بأن العلاقات بين الأردن وكوريا الديمقراطية غير ثابتة منذ وقت، وسيقوم الجانب الأردني بتعديل السياسة تجاه كوريا الديمقراطية حسب تغييرات السياسات الخارجية لحلفاء الأردن. هذا وأوقفت عمان إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الكوريين الديمقراطيين منذ مايو الماضي. ويعتبر الأردن من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع الاعتماد عليها ماليا وعسكريا، وقد قطع الأردن علاقاته مع كوريا الديمقراطية في ظل الضغوط المتزايدة من واشنطن على حلفائها مثل الكويت وقطر والإمارات منذ نوفمبر الماضي لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كوريا الديمقراطية في أعقاب إجراء الأخيرة تجارب الأسلحة مثل صواريخ باليستية عابرة للقارات. هذا وخفضت عدة دول عربية مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية مع التوقف عن إصدار التأشيرات لمواطنيها.